أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سيكون هذا التمرين هو تمرين رقم 6 من سلسلة التمارين الخاصة بالشكل الإيقاعي 4 دبل كروش، وسيكون شكل الحركي عبارة عن ريشة 8 7 8 8، أي هابط صاعد هابط هابط، والشكل المعكوس له 7 8 7 7، أي صاعد هابط صاعد صاعد. سنتدرب على هذا التمرين على وتر الصوم، وكما تعودنا من خلال تماريننا السابقة أن نعزف ريشة الثمانية أي ريشة الهابط على نغمة الصول، وريشة السبعة على نغمة اللا. الشكل الحركي الأول سيكون بهذه الطريقة، ثم نتدرب على الشكل الحركي الثاني والذي سيكون بهذه الطريقة، ثم نقوم بدمج الشكل الحركي الأول مع الشكل الحركي الثاني بهذه الطريقة، سنبدأ الآن التدريب مع المترونوم بسرعة 60 والميزان هو 4 4 1 2 3 4. التوفيق.